سلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. هذه الحلقه نخصصها لمناقشه التطورات الميدانيه في محافظه الجوف. قالت مصادر عسكرية أن قوات الجيش تقدمت في منطقة المهاشمة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف بعد استعادة سيطرتها على سوق اليتمة تابعة للمديرية. وأوضحت المصادر أن قوات الجيش توغلت قرابة 20 كيلومترا إلى منطقة أو في منطقة المهاشمة وسيطرت على مواقع جديدة في جبهة السليلة عقب مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي. أسفرت هذه المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى. إذا نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: هل استعادت قوات الجيش زمام المبادرة في محافظة الجوف؟ ومتى ستقرر الشرعية تغيير استراتيجيتها نحو حرب شاملة مع الميليشيا التي تستفرد بجبهات القتال كلا على حدة؟ قبل البدء بالنقاش نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود. ولأن الحرب سجال وفيها الكر والفر، فلا يزال لبندقية الجيش الوطني والمقاومة الشعبية حضور في الجوف. وفقا لهذا المنطق، فقد تمكنت قوات الجيش الوطني من استعادة السيطرة على سوق اليتمة والمناطق المجاورة. مصادر عسكرية قالت إن قوات الجيش شنت هجوما معاكسا على ميليشيا الحوثي في منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف شمالي الجوف. وأوضحت المصادر أن قوات الجيش تمكنت بإسناد طائرات الأباتشي من استعادة السيطرة على اليتمة والمناطق المجاورة، وأجبرت ميليشيا الحوثي على التراجع. كما تمكنت القوات من التوغل قرابة 20 كيلومترا في منطقة المهاشمة وسيطرت على مواقع جديدة في جبهة السليلة عقب مواجهات عنيفة مع الميليشيا أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. هذا وكانت قوات الجيش قد خسرت العديد من المناطق في الجوف في معركة تركت فيها الجوف وحيدة لأكثر من 40 يوما أمام الميليشيا التي حشدت مقاتليها من جميع الجبهات. مع كل تحرك في الميدان يتجدد السؤال المر: لماذا تتوقف الجبهات ويترك للميليشيا التفرد في معركة واحدة؟ ومتى ستقرر الشرعية الدخول في معركة شاملة مع ميليشيا الحوثي؟ إذا مشاهدينا نبدأ النقاش وأرحب بضيفي. سينضم إلينا من الرياض الخبير العسكري عبد العزيز الهداشي، وسينضم إلينا أيضا من الجوف المتحدث باسم القوات المشتركة العميد عنتر الذيفاني. مرحبا بكما ضيفي، وأبدأ مع العميد عنتر الذيفاني من محافظة الجوف. سيادة العميد مساء الخير. اهلا وسهلا بكم. بس تصحيح بسيط، انا لست متحدث اسم القوات المشتركه، انا ضابط في الجيش الوطني. نعم، اذا ضابط في الجيش الوطني، سيتم التعديل من قبل الزملاء، ومرحبا بك. نتساءل يعني كيف هي الاوضاع حاليا بالجوف؟ الاوضاع في الجوف حدث تحول، وهذا التحول لا شك أن الجميع كان متوقع له، وهو أن تتحول قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في أبناء محافظة الجوف من الدفاع إلى الهجوم. وما حدث أمس من انهيارات واسعة لميليشيات الحوثي بعد الهجوم الذي قام به قوات الجيش الوطني والمقاومة أسفر عن استعادة سوق اليتمة، وتم تأمين اليتمة من كل الجوانب وحتى الوصول إلى منطقة المهاشمة التي تدار الآن معارك في هذه المنطقة. نعم. بدأ التحول من الدفاع إلى الهجوم، وهذه الاستراتيجية الجديدة التي تقوم بها قيادة الجيش والمقاومة، وسيسمع الجميع خلال الأيام القادمة تقدمات كبيرة بعون الله. وما حدث في الأيام الماضية من سقوط بعض المواقع في الغيل وفي الحزم، ومنطقة الغيل ومنطقة الحزم مقارنة بما تم أمس في اليتمة لا تمثل شيء بالنسبة للمساحة، رغم أهمية الحزم وأهمية الغيل، لكن
بدأ التحول وأصبحت الميليشيات يعني خصوصا في المناطق المفتوحة التي تمثل خضر ومقبرة حقيقية لهذه الميليشيات حينما تسول لها نفسها تقدم نحو المناطق المفتوحة. نعم، إذن ابقى معي سيد أو سيدة العميد. نعم، إذن سأعود إليك سيادة العميد عنتر، ابقى معي، تكرم بالبقاء معي. أذهب لضيفي الآخر من الرياض الخبير العسكري عبد العزيز الهداشي. سيد عبد العزيز مساء الخير. أسعد الله مساءك وتحية لك ولضيوفك الكرام. أهلا بك سيد عبد العزيز. يعني بعد الخسارة التي حصلت في الجوف ونهم، هناك تحرك جديد للقوات منذ ليلة أمس واستعادة بعض المواقع، يعني كيف تنظر إلى واقع المعركة في الجوف؟ والله شوف، نحن لا نقلل من تحرير أي منطقة، ولكن المنطقة لا تحمل أي أهمية استراتيجية. حتى المتحدث العميد عنتر يعني يقول أنها مساحة أكبر، لكنها ليس لها أي قيمة استراتيجية. للعلم أنه عندما تم تحرير هذه المناطق يعني في السنوات الماضية، كان الحوثي عمد إلى تشتيت الجيش الوطني، طير الجيش الوطني إلى حروب في هذه المناطق حتى يبعده عن المناطق الاستراتيجية. كان الأولى يعني حتى هذه المناطق، الخوف أن الآن الجيش الوطني ينساك في هذه الجبهات الثانوية المهاشمة والسليلة والمناطق هذه، وبالتالي تتشتت قوته. يجب أن يكون المحور الرئيسي للهجوم من اتجاه ميزر ورغوان باتجاه اللي هي جنوب الحزم، باتجاه الحزم ومن لبنات باتجاه الحزم. يجب أن يكون الهدف الحزم. نعم، الحزم مساحة الحزم والمتون والغيل مساحة ربما لا تتعدى 500 كيلو متر مربع، لكنها قيمة استراتيجية. بينما تحرر لك يعني 20,000 كيلو متر مربع في مناطق لا تحمل اي بعد استراتيجي. طبعا لا نقلل من اهميه تحرير اليتامى، ولا نقلل من يعني من حركه الجيش هذا، ولكن يعني من الناحيه الاستراتيجيه ليس لها معنى، لكن من الناحيه المعنويه فقد عادت لنا وللشعب الثقه بالقدره على شيء. لكن نستمر نقاتل في الصحراء في مناطق فاضية أو خالية ليس لها قيمة، وبالتالي على الجيش الوطني أن يتوجه ناحية يتوجه من جنوب الجوف يعني عبر رغوان وميزر باتجاه الحزم ومن لبنات باتجاه الحزم. ثاني حاجة وهو الأهم، حروب الصحراء تمتاز بالكر والفر وبالسيطرة على مناطق واسعة، قد يستعيد يعني يسيطر على 100 كيلو متر مربع طرف ما ويستعيدها الطرف الثاني في اليوم التالي. يعني تخيل لو تحررت المهامشة والأجاشر والمناطق هذه كلها، ماذا يعني ذلك؟ ثم ماذا بعد؟ يجب أن يكون يجب اللجوء إلى معارك حاسمة وفاصلة. لكن سيد عبد العزيز، هل تعتقد أن التحرك الأخير من قبل الجيش والشرعية يعني بني على استراتيجية واضحة، بمعنى أن تكون المعركة ذو هدف وهو الهدف الرئيسي التقدم حول استعادة العاصمة و يعني استعادة الأوضاع، أم أن الوضع يعني سيعود بنا على ما كنا في السابق، فقط القوات تتقدم وترابط بمكان محدد وينتهي الأمر؟ هذه ليس لها أي قيمة استراتيجية في الوقت الراهن. نقصد هذه البداية، قد يكون هناك بعد لهذه العملية، وبالتالي هناك مشروع يعني التحرك الأخير، بمعنى أن هناك هدف كبير، وبالتالي يعني هذه البداية والقوات يعني تذهب باتجاه تحقيق الهدف، أم أن الموضوع سيعود بنا على ما كنا في السابق وأن القوات ستتقدم إلى مكان محدد وترابط هناك وكما جرت العادة؟ لا، لاحظ انه الوصول الحوثي الى اليتامى والى معسكر الخنجر والى لبنات يعني قطع اكثر من 80 كيلو متر من الحزم، شرق وشمال شرق وجنوب شرق، قطعها في 3 أيام وربع ايام. هل يستطيع الجيش الوطني يعود الى شرق الى الحزم في 3 أو 4 ايام؟ لا اعتقد.
مجرد معارك، وهي معركة سنوية، حتى لو قعدت الحزم بيد الحوثي ما فيش مشكلة. عفوا اليتمى يجب اللجوء إلى معارك فاصلة. الحوثي عندما هاجم ما راح يهاجم خط الشعب ويحرر المناطق هذا، لجأ إلى الحزم. مجرد سقوط الحزم حصلت هزيمة نفسية وانهيار للمعنويات. طبعا انا قلت لك يعني نحن لا نقلل من اهميه تحرير اي منطقه في اليمن، لكن يجب اللجوء الى معركه فاصله. مع ان نقعد شيء نحرر اليمن على تبه تبه وعلى صحراء صحراء وعلى جبل جبل وعلى بيت بيت وعلى دار دار. الحوثي لجا الى معركه فاصله من البدايه، واحنا نقول لهم محور الغير المصلوب المطمه للوصول الى شمال صنعاء والى حرب سفيان. لا، راحوا يحرروا لك، اتجهوا لك. كان مفروض من البدايه يحرروا المدن كامله. لا، ذهبوا لك اكثر من 100 كيلو متر شمال شرق وتركوا لك المتر على بعد 25 كيلو متر من مركز المحافظه. ما حدث في جبهه مارب. بدل ما يستكملوا تحرير هيلال وصلوا الى جبل المنات. يفترض انك تعمل من المدن الرئيسيه الذي معك دائره لا تقل عن 50 كيلو متر، ثم تتجه الى الهدف الرئيسي في معارك فاصله، لا تاتي في معارك سنويه. مره اخرى حتى لا يفهم كلامي غلط أو يفسر غلط. لا لا، هي الأمر واضح وكلامك واضح سيد عبد العزيز، ولا يوجد أي تقليل في أي إنجاز، وبالتالي يعني فقط المسألة فيما يتعلق بالاستراتيجية، وقد أوضحت الأمر. تكلم بالبقاء معي، أذهب للعميد عنتر الذيفاني ضابط في الجيش الوطني. يعني سيادة العميد، لعلك استمعت لحديث الخبير العسكري عبد العزيز الهداشي. يعني هو لا يوجد أي تقليل في أي إنجاز يحققه الجيش الوطني، ولكن المعركة لا تحمل استراتيجية واضحة، وبالتالي هناك سيطرة على بعض المناطق والمدن، وهي لا تمثل أي قيمة استراتيجية. ما ذكر الأخ عبد العزيز هو كلام نحن نؤيده، وهو كلام حقيقي وواقعي. لكن أنا حينما أنطلق إلى الحزم أو الغيل أو المتون، وما زال خلفي وورائي خبر، أولا لابد من تأمين منطقة الخط والشعر حتى يسهل الانطلاق إلى ما هو أهم منها. فعلا الجبهة الأهم والجبهة الاستراتيجية هي الذي ذكر الخبير عبد العزيز. لكن مسألة اليتمة، مسألة الخط والشعر، هي كانت تحت سيطرة الجيش الوطني إلى قبل 24 ساعة. ما حدث هو أن الحوثي داهم هذه المناطق، داهمها. لم يبدأ الحوثي يعني كانت سيطر على اليتمى خلال 4 ساعات تم استرجاعها. يعني المسألة ليست أنها هناك استراتيجي أو أن احنا نريد أن نبقى ويكون القتال في مناطق ثانوية. لا، هذا من باب التأمين على مناطق أهم، وهي الحزم والمتون والانطلاق إلى سفيان والانطلاق إلى شمال إلى عمران، ومن ثم يعني الدخول إلى صنعاء بإذن الله. يعني المعارك الأخيرة والتحرك الأخير بني على استراتيجية واضحة وهدف واضح، وبالتالي يعني هو ليس الهدف فقط استعادة مواقع محددة ومرابطة القوات في أماكن محددة كما كنا في السابق. الحوثي يريد أن يجر الجيش إلى مناطق ثانوية، ويريد أن يجر الجيش إلى 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 القتال في الجبال. نحن نعي هذا الأمر، لكن تأمين الخط والشعر ومنطقة اليتمى مسألة مهمة لمنع أي التفاف على مأرب، على الجبهة، يعني جبهة الجوف نفسها الذي هي الحزم وما وغرب الحزم. كانت عملية أمس عملية ضرورية جاءت بعد أن قام الحوثي بمداهمة المهاشمة واليتمى. نعم، لكن سيد عنتر، هل نحن الآن مع التحرك الأخير أمام معركة شاملة؟ هذه التحرك ما هو إلا بداية لتحرك أكبر بإذن الله، وتحرك واسع في كل جبهات الجمهورية.
نعم، إذن ابقى معي السيد عنتر وأعود للسيد عبد العزيز الهداشي. سيد عبد العزيز، يعني هل تعتقد أن الجيش من خلال هذه أو هذا التحرك الأخير بإمكانه استعادة محافظة الجوف؟ اولا اشكر للفندم عنتر يعني صراحته واعترافه، يعني الجيش لم يتحرك اصلا وانما الحوثي هاجمه فاضطر الجيش للدفاع عن نفسه فقط، يعني ما في استراتيجيه ولا في اي حاجه. لدرجه ان احنا استغربنا اليوم من اعلان الجيش الوطني تحرير معسكر الخنجر ومن الحوثي لم يعلن الاستيلاء عليه اصلا. ومنطقه اليتماء ايضا يعني الحوثي دخلها، الجيش الوطني لم يتحرك وفقا للاستراتيجيه، لا الجيش الوطني ما زال ثابت في مواقعه يدافع عن اماكنه، ما في شيء تحرك حقيقي وفعلي للجيش الوطني، وما حصل في منطقه اليتماء هو عباره عن رده فعل ليس الا. والجيش الوطني يعني بشكل عام هو الان في وضع دفاعي في جميع الجبهات ومنتظر لدغة الثعبان من أين سوف تأتي؟ هل سوف تأتي في صرواع؟ هل سوف تأتي في هيلان؟ من هيلان أم من الجدعان أم من ميزر؟ الجيش الوطني منتظر، يعني ما فيش حقيقة. وما حصل أمس هو عبارة عن ردة فعل ليس إلا، لكن حملت أهمية قصوى كونها رفعت الروح المعنوية لدينا. إذا يعني الآن أتمنى على الجيش الوطني أن لا ينسى وراء تحركات الحوثي في خبو الشعب، يكتفى بتأمين ميمنة أو الحفاظ على ما هو موجود الآن والتحرك من لبنات ومن ميزر ورغوان باتجاه الحزب. كي يجبر الحوثي أن يتعاطى معه. الآن الحوثي هو من يجبر الجيش الوطني على التعاطي، والحوثي هو من لديه المبادرة العسكرية وهو من يحدد زمان ومكان المعركة. نعم قد يخسر، أضف إلى ذلك أن حروب الصحراء كما ذكرت لك يكثر فيها الكر والفر. نعم. من يسأل يعني قد سيطر على 100 كيلو متر مربع اليوم لتخسرها بعد ساعات، كون المناطق المفتوحة تختلف عن حرب الجبال، وبالتالي نتمنى أن يضعوا استراتيجية للهجوم بدل انتظار الحوثي معنى كارثة، يعني يجعل مارب قد تصبح. طيب ما هو الأهم اليوم سيد عبد العزيز؟ يعني ما هو الأهم اليوم، استعادة الجيش أم مراجعة الجيش لأسلوب إدارة المعركة بشكل عام؟ وضع استراتيجية وخطط عسكرية، حتى يعني أنت عندما تضع خطة عسكرية لنفسك لتقاتل بها أفضل من أن يجبرك العدو على خطته. الآن ما يحصل هو أن الحوثي هو من يجبر الجيش الوطني على التعامل. الجيش الوطني يعتمد الآن على ردة الفعل، الحوثي يهاجم في اليتمى نحن ندافع على اليتمى، الحوثي يهاجم الخنجر نضطر للدفاع عن الخنجر، الحوثي يهاجم اللبنات نضطر للدفاع عن اللبنات. يفترض العكس، ان احنا نهاجم فالحوثي يتعامل معنا هو كردة فعل. دائما كقاعدة عسكرية المهاجم سوف ينتصر مهما كان ضعفه، والمدافع سوف ينهزم مهما كانت قوته. هذه قاعدة عسكرية يعرفها يعني من أبجديات العلوم العسكرية، وحتى يقال الخير وسيلة للدفاع الهجوم. يجب أن تكون مبادرة تحديد الزمن ومكان المعركة بيد الجيش الوطني. نعم. حتى الآن أنا مش شايف حاجة جديدة. يعني سيد عبد العزيز، هنا فقط نقطة أخيرة وباختصار إذا تكلمت بسبب ضيق الوقت، يعني هناك من يرى أيضا بأن التحرك الأخير على مستوى اليتمى والمناطق القريبة من الحدود السعودية هو كانت من هذا المنطلق. لا الذي حصل الجيش لم يتحرك، ولا العميد ذكر لك ان الحوثي هو من هاجم اليتمى، وبالتالي الجيش اضطر يدافع عن نفسه فقط ليس الا. نعم، لكن هو الاتجاه والتحرك في البداية من اتجاه اليتمى يعني ربما يكون من هذا المنطلق، لماذا لم يكن التحرك من اتجاهات اخرى؟ الاتجاه من اليتمى باي اتجاه يعتبر يعني تشتيت للجيش الوطني، يجب ان يكون الاتجاه من لبنات ومن جنوب الجوف لتحرير الحزب وفرض التعاطي مع حركه الجيش، اما هذا هو الحوثي الذي حرك الجيش ولا كان الجيش يعني في سباته، ما فيش حاجه جديده. نعم، اذا وضحت الصوره، اشكرك جزيل الشكر سيد عبد العزيز الهداشي خبير عسكري كنت معنا عبر الهاتف، وينضم الينا من برلين الناشط السياسي زيد الشريف. سيد زيد مساء الخير.
نعم، إذا يبدو أن الاتصال بالسيد زيد فوقدا، سيتم معاودة الاتصال به لاحقا. وأذهب لضيفي الضابط في الجيش الوطني العميد عنتر الديفاني. سيادة العميد، يعني كيف تقيم مشاركة التحالف في المعارك الأخيرة؟ هو بالنسبة لمشاركة التحالف نشكره له شكر الله الجزيل، كانت مشاركة فاعلة من خلال الدعم بالطيران، الدعم اللوجستي. نعم. صحيح في النهاية هو لن ينفع إلا أن الجيش الوطني هو الذي يعتمد على نفسه، الجمهورية الحكومة اليمنية هذه تعتمد على نفسها. هناك دعم من الخصوصية التحالف، لا ننكر ذلك، وهذا واجب، لأن المعركة معركة واحدة والمصير مصير واحد. اليوم اليمن هي تعتبر الأمن العمق الاستراتيجي والأمني للمملكة، وكذلك المملكة هي العمق الاستراتيجي والأمني لليمن. لابد أن نتعاون جميعا، وهذا التعاون ليس من قبيل يعني أهداف، إنما التعاون من قبيل أنه مصير واحد وأن المنطقة أمن واحد والخطر. هذه الجزئية معروفة، لكن سيادة العميد فيما يتعلق بالتحرك، يعني هناك من يرى بأن قوات الجيش عندما تحركت في الساعات الماضية كان تحرك من اتجاه أو من المناطق القريبة من الحدود السعودية، بينما يتساءل الكثير بعد هذه الخسارة لماذا لم يتحرك الجيش مرة أخرى باتجاه نهم أو يتحرك باتجاه اللبنات والحزم وهذه المناطق، بل ذهب إلى مناطق قريبة من الحدود السعودية وهي فعلا مناطق سيطر عليها الحوثي يعني المناطق التي تدور فيها المواجهات حاليا. هناك ألوية حرس الحدود هي التي تحركت في اليتم وليس تحركت في المهاشمة. الجيش الوطني الذي موجود في الذي كان موجود في الحزم في اللبنات لم يتحرك في اتجاه اليتم، ما زال موجود وما زال يعني لديه خطة، هو لديه استراتيجية سوف يقوم بتنفيذها في الوقت المناسب وفي المكان المناسب. وهو الآن أنا أؤكد لك أن زمام المبادرة والتحول من الدفاع الى الهجوم سوف يبدا وقد بدا بالفعل. هي نقطة مهمة وتوضيح مهم هنا في هذه الجزئية، أن المعارك التي دارت والتي تحركت في هذه المنطقة هي للألوية العسكرية المرابطة أساسا في تلك المناطق. هي بالفعل هي الألوية حرس الحدود المرابطة في اليتمة المرابطة في الحدود هي التي تحركت، لما تتحرك ألوية أخرى الألوية الأخرى لها يعني مسرحها العملياتي المستقل. هناك تحركات وزمام المبادرة اليوم في نهر في سرواح للجيش الوطني وليس للحوثيين. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر العميد عنتر الذيفاني، ضابط في الجيش الوطني، كنت معنا من الجوف، شكرا جزيلا لك. وأعود مرة أخرى لترحيب بضيفي من برلين الناشط السياسي زيد الشريف. سيد زيد مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا بكم. اهلا بك سيد يعني الشريف. نتحدث اليوم عن اخر المستجدات وعوده المعارك مره اخرى في محافظه الجوف بعد التراجع الحاصل خلال الايام الماضيه، يعني كيف تقيم مجريات المعارك في الجوف حاليا؟ اولا احب ان اوضح نقطه بسيطه جدا، وهي ما يروج له كثيرا ان الجيش اصبح مؤخرا فقط في موقع الدفاع. نحن لا نتكلم، عندما نتكلم عن جيش وطني لا نتكلم عن حرب عصابات، نتكلم عن جيش نظامي يخوض معارك ضد ميليشيات مسلحه، ونعلم ان الميليشيات حربها شويه صعبه. لكن الجيش الوطني منذ 5 سنوات هاجم في عدة محافظات، هاجم في عدة مديريات، هاجم في عدة مواقع، هاجم في عدة مناطق. لا، هو الحديث عن الأسابيع الماضية والعشر الأيام الماضية، يعني وضع الجيش هو في وضع الدفاع وليس في وضع الهجوم. طبعا انا بوضح لك الصوره. انا زرت مواقع الجيش في نام وفي الجوف وفي عده مناطق عده مرات، واعرف ماذا كان يدور فيها. الجيش عندما يهاجم الحوثي او الحوثي عندما يهاجم الجيش يحتاج الى عده شهور للاعداد مثل هذا الهجوم. نحن نتكلم عن مناطق شاسعه
الامداد فيها يصل احيانا بعد 6 ساعات مثلا، الغذاء او اذا نفذت الذخيره تحتاج الى 6 إلى 7 ساعات على الظهور الحمير حتى تصل بالامداد الى هذه المناطق. اذا الهجوم سواء كان من قبل ميليشيات الحوثي او من قبل الجيش الوطني يحتاج الى اسابيع بل شهور للترتيب له والاعداد له حتى تقوم بهجوم. وهذا ما استغل الحوثيين من الهدنه في الحديده، والجيش للاسف يعني التزم بالهدنه في كل الجبهات، فجهزوا مثل هذا الهجوم وانطلقوا في نهوه في الجوف. لم يكن الجيش الوطني دائما في موقع الدفاع، هذه المره كان في موقع الدفاع، اضطر الجيش الوطني الى اعاده ترتيب صفوفه. اليوم الجيش الوطني عندما تقول لي انه محاوله التسويق من البعض ان الجيش يدافع في اليتامى فقط لانها حدوديه مع السعوديه، هذا كلام مرفوض، لان الجيش اليوم يهاجم في نهم وسيطر على مسافه لا تقل عن 10 كيلومتر في جبال نجد العتق وصلب. يعني هذا حاليا تتحدث انه حاليا تدور معارك في نهم و نعم. فيما يقرب من الحزم واليتم أو 4 أيام سيطر الجيش الوطني على مواقع مهمة جدا في نهم في صلب وفي نجد العتق، ومسافة لا تقل عن 10 كيلومتر، وهي مسافة ربما توازي المسافة التي سيطر على الحوثي في منطقة الغيل والحزم. لكن التهويل الإعلامي الكبير الذي لاقاه التقدم الحوثي في الغيل والحزم، والبعض للأسف يروجون لما أقدمت عليه ميليشيات الحوثي من السيطرة على الحزم والغيل، وعندما يتقدم الجيش الوطني يفبطون ويرددون مثل هذه الأخبار التي تقلل من أهمية النصر. لا تقل أهمية التقدم الذي حصل يوم أمس واستعادة المواقع، أثبتت لنا جميعا أن الجيش الوطني قادر، أن الجيش الوطني إذا امتلك القوة، إذا امتلك العتاد، إذا امتلك القرار السياسي، إذا تواجدت القيادات في مقدمة الصفوف، الجيش الوطني قادر على صناعة الفارق، الجيش الوطني قادر على استعادة نهم، قادر على استعادة الحزم والغيل. وأنا أؤكد لك أن الخسارة الحقيقية كانت فعلا بالنسبة لي هي فرضت نهم، أما الحزم والغيل فهي مناطق يمكن للجيش الوطني أن يستعيدها خلال ساعة إلى ساعتين كما فعل سابقا. المناطق طيب الصحراوية ما يدور خلال الساعات الماضية جدا. ما يدور خلال الساعات الماضية برأيك؟ يعني هل هناك أو هل بني هذا الأمر على استراتيجية، وهل يمكن القول أن الجيش يعني قادر خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة يعني الإعلان عن تحرير مثلا الجوف والتقدم إلى ما بعد؟ قد نسمع في الساعات القادمة عن معركة لتحرير الحزم وتحرير الغيل وما بعد ذلك من مديريات الجوف والوصول إلى سفيان. وعندما نتكلم سفيان البعض يسخر ويستهزئ عندما نتكلم عن سفيان، عندما نتكلم عن سفيان هي هنا سيد زيد، يعني هي هنا ليست أمنيات، وإنما ما نقيمه من وضع الشرعية ومن وضع القوات هناك. هل هي بالفعل اليوم قادرة على تحقيق انتصار يذكر؟ أنا حسب تقييمي ومتابعتي للوقف الجوف أن القوات لم تهاجم في اليتمة وتستمر في هجومها. على فكرة القوات إلى الآن ما زالت تهاجم، وإلى الآن ما زالت تسيطر على مواقع عدة كانت في يد الميليشيات، سيطرت على عدة جبال، على عدة مناطق في المهاشمة، في اليتمة، في معسكر الخنجر، استعادت كثير من المواقع التي تقدمت فيها الميليشيات. لم يقدم الجيش الوطني على مثل هذا الهجوم في اليتمة إلا وهو يعلم أن هناك ترتيبات كبيرة على مستوى محافظة الجوف، وربما على مستوى جميع الجبهات، على الأقل جبهات صرواح ونهم والجوف. لذلك الجيش يهاجم وهو مسنود أن الجبهات الأخرى ربما ستتحرك في حال تعرض إلى هجوم من اتجاه آخر من قبل الحوثيين. أؤكد على كلام العميد أن الجيش عندما نتكلم عن مواجهات في اليتمة، فنحن لا نتكلم عن أن الجيش ذهب للمواجهة في اليتمة. المواجهات في اليتمة كانت سابقا موجودة، المواجهات في الصفراء، في أطراف، في شرق الحزم موجودة، في لبنات موجودة، المواجهات في كل جبهات الجوف ما زالت موجودة. والجيش الوطني، وأؤكد لك أن الجيش الوطني قادر على تحقيق الفارق، فقط نحتاج إلى يعني قرار عسكري بالتقدم ودعم عسكري كافي وإسناد مدفعي. جميل، وضحت الصورة، أشكرك جزيل الشكر. الناشط السياسي زيد الشريف كنت معنا من العاصمة الألمانية برلين، ونكتفي بهذا القدر مشاهدينا. أشكر جميع ضيوفي، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.